تمرين تحديد الأهداف المعرفية في مجالة بلوم، وهي مستوى المعرفة والإدراك كما تلاحظ الزملاء الآن في تمرين. والآن هم في دورة تعلم النشط، ويقوم بعملية تحليل مستويات المعرفة لنموذج بلوم على مستوى المعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب. كل مجموعة الآن عندها درس دراسي من ضمن المقررات الدراسية، وتقوم بعملية تحليله على شكل الجانب المعرفي والجانب عندنا الآن الإدراكي والفهم والتعريف. وكما تلاحظون أنها فرشة عمل، ما شاء الله التفاعل كبير جدا بين الزملاء. المجموعات الآن في تفاعل كبير جدا لتحليل مستويات المقرر الدراسي. Thank you.